شفنا مثل ما شفتوا صور مطار بركة جبور جنوب لبنان، شفنا الأعلام الإيرانية بطرف ريف، لكن في ناس لا شافوا ولا سمعوا. العدو بيقول إنه الأعمال بالمطار بدأت بتشرين الثاني 2022 وبتموز فلشوا الزفت، وبشهر آب انتهت أعمال رصف المدرج وبناء مهبط للطائرات العمودية. من أسبوعين ثلاثة بدأوا بدهن المدرج بعلامات الطيران، اللي فينا نقوله إنه الشغل ماشي مثل الساعة. وينك يا سمعان؟ معك خبر شي؟ سمعان متضيع. يا عمي هيدا مطار لبناني على إيراني، مش محل بينكو. بالمناسبة من فترة قصيرة كان الأمير حسين عبد اللهيان عنا وقال هني ما بيتدخلوا بالشؤون اللبنانية. دخلك يا حسين، بركة جبور وين؟ أصفهان؟ بالنتيجة مطار بن جبور صار جاهز للطوافات، للمسيرات، للعرضات، لكل شيء. بينما مطار روني معوض صار لهم 30 سنة وما قدروا يشغلوه، ومطار حماد من 40 سنة ما غطت فيه حمامة. هلأ في خبرية متداولة على بعض وسائل الإعلام إنه ما في مطار عسكري بجنوب، ولا في محطة ترين، ولا في مدارج، ولا في إعلام، والقصة كل القصة فوتوشوب. فياريت شي زلمي بيتطوع وبينط على بركة جبور وبيخبرنا الحقيقة. هلأ إذا راح وما رجع أكيد 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 في مطار.